في إطار سلسلة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد المجلس اجتماعه الخامس للتوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لمحاور الحوار الوطني السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك لإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار. الهدف الأساسي أن كل فريق هيشتغل في هذا الحوار أو هيتحاور من القوى السياسية هيقدر يخرج يقول لجمهوره أنه خد حاجة، مفيش حد هيطلع خسران، كل الناس هتطلع كسبانة. كان لازم يحدث توافق، كان لازم يبقى في اللجان كلها معنى للتعددية والتنوع من ناحية السن بين الشباب وبين الخبرة، من ناحية التوافق بين كل القوى السياسية اللي موجودة. الوصف التفصيلي أو للمقرر أو المقرر المساعد يكون شخص مقبول، له خلفية، له رؤية، قادر على إدارة حوار. دي معايير كنا حاطينها. في طبعا في أسماء روعي فيها تبرد التمثيل، المرأة، تمثيل الشباب، مجلس النواب، خبرات سياسية قديمة سابقة، كل كلام ده فعلا رعناه بشكل قوي جدا. وكان المجلس قد عقد 4 جلسات سابقة على مدار شهرين بهدف اختيار شكل الحوار الوطني والتطرق لعدد من القضايا التي تهم المواطن المصري، وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة والسبيل نحو التقدم والرخاء. هبة الحديدي، الحياة اليوم.